طيب دكتور عاطف، نعود إلى إيران الأردن. لماذا الأردن مستهدف إيرانيا سواء بهذه الطرق الناعمة أو الطرق الخشنة بشكل أو بآخر؟ الأردن عمليا هي يعني دعني أقول الحلقة الأخيرة بالهلال الشيعي. الأردن هو الحلقة الأخيرة بالهلال الشيعي. أضف إلى أن الأردن كما ذكرت لك في بداية حديثي، الأردن يعني هو الذي يحمل هوية آل البيت رسميا وتاريخيا، هو النظام الوحيد الذي يحمل هذه الهوية. فبالتالي هم يعتبرون آل البيت الحقيقيين أعداء لهم، لأنهم يريدون أن يجعلوا آل البيت هم يعني هم الأوصياء على آل البيت بهذه القضية. أضف إلى الوعي الذي انتبه له الأردنيون مبكرا، وكان لهم دورا كبيرا بالسماح للمطبوعات وحتى بعض القنوات لفضح هذا الفكر الملالي. فلذلك يعني بقي الأردن مستهدف، طالما نقول أكملنا الطوق، بغداد أصبحت بين أيدينا، دمشق بين أيدينا، بيروت بين أيدينا. إذن الآن الأردن وحسب ظنهم ودعاياتهم التي لا أراها واقعية أبدا، أنها ستصبح مكان مواجهة قريب مع إسرائيل. حقيقة أنا أرى هذا هو بعيد جدا، بل على العكس سيكون هو مكان الأطمئنان الحقيقي للإسرائيليين إذا لا سمح الله تمكنوا من هذا. لكن لن يتمكنوا من هذا لأن يعني طبيعة وعي الشعب. لكن الخطر يدق باب الأردن حقا، حقيقة هنالك خطر. يعني هم لا يكلوا واعتادوا على النفس الطويل بالعمل. يعني مثلا الصفوي عندما قلنا مثلا انتهوا أيام الدولة العثمانية، فهم عادوا من جديد. هؤلاء هم نفس الصفويين القدامى، هؤلاء الصفويون عادوا من جديد، ولن تقوم لهم قائمة طالما دولة الإسلام تعلو. هم لا يريدون لدولة الإسلام أن تقوم، ولا يريدون لأي بلد مسلم، لا يريدون لأي مسلم أن يشعر بالراحة والطمأنينة في المكان الذي يعيش فيه إلا أن يعكروا هذا الصفو، حتى على مستوى الشعبي أقول، وليس ما أقصد، لا أقصد المستوى الرسمي.